السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الفيديو اللي قلت لكم عليه قبل تقريبا شهرين أو شهر ونص، وهو فيديو اسألني. كتبت طبعا نشرت بالمنتدى مال القناة سؤال، راح أسوي فيديو اسألني، اللي عنده سؤال خلي يسألني. فجتني مجموعة أسئلة بالمنتدى، بعض الأسئلة في التعليقات أو اللي سألوا لي عليها الناس، فاليوم راح أجاوب على هاي الأسئلة، وراح أبدي بالأسئلة اللي جتني عليها بالمنتدى بالبداية. فنجي أول شيء نبدأ بالسؤال الأول من أبو الجود، يقول: كل الشكر والاحترام لك أخي الغالي، قناة رائعة ومجهود رائع ومعلومات مهمة ذو فائدة، بارك الله فيك. شكرا. العفو، وهذا من ذوقك. يقول: أخي من بعد إذنك، أنا حابب أدرس إدارة أعمال بجامعة الاقتصاد العليا بموسكو، تقريبا شو التكلفة؟ وأنت شو رأيك في إدارة الأعمال بروسيا؟ وإذا أنا بدي أطلع بأنه شهر، بتنصحني أقدم لبلش من بداية الكورس؟ وانت العرض تبعك تبع السفر بعده، يا ريت تجاوبني ولا تزير الشكر. واذا ممكن تكتب لنا رقم بس بالكود السوري. تحياتنا لك من دمشق ولك جزير الشكر. تحيات طبعا كل اهل دمشق وكل اهل سوريا. بالنسبة لتكلفة الدراسة إدارة الأعمال بجامعة الاقتصاد العليا بمصر، من هي التي مثل ما أعرف أنه موسكو أغلى من بعض المدن كأقساط، ولكن هاي إدارة الأعمال و التخصصات الأدبية بموسكو تقريبا تبدي من 2000-2500 دولار إلى تقريبا 3000، في شيء أو أقل يعني، حسب الجامعة، حسب الجامعة تختارها. يعني هواي جامعات بموسكو، فبهاي الحدود يعني أكيد جامعة زينة. هو كانت جامعة الاقتصاد العليا تقريبا بحدود 2500 إلى 3000، من 2000 يعني من 2000 إلى 3000، هذا الحدود 3000 دولار. طبعا بس شنو تخرج مضبوط، طالب يطلع منها مضبوط. وانه شنو رايك بدات الاعمال؟ بدات الاعمال طبعا بروسيا، والهندسه اداره الاعمال والهاي احسن طبعا، حتى من الطبي يعني، اللي يتعين يبقى بروسيا الهندسه وهاي التخصصات احسن من المجموعه الطبيه. يقولوا اذا بدي اطلع بانه شهر بتنصحني؟ طبعا اللي يريد يبدي مده الكورس يقدم من الشهر السابع، حتى بين ما تطلع على الدعوه يكمل يجي بدايه الكورس. يعني بدايه الكورس تبدي بالشهر التاسع، اول جروب تحت سنه تحضيريه يبدي بالشهر التاسع. وإذا ممكن تكتب لنا رقمك بس بالكود السوري، طبعا شلون بالكود السوري؟ هذا قصده يعني ويا رقم الدولة، يعني زائد 7 للروسيا وزائد 6-4 بالنسبة للآخر، حتى يقدر يضيف فيه. طبعا الكود والرقم مالي موجود، والصفحة بالفيسبوك مالي موجودة، وراح أخلي لكم إياها بالوصف. نجي الثاني اللي هو درامي، اسمه درابين موتوفول، شنو هذا؟ موتوفلوكس، ما اعرف شو هذا الاسم. المهم شنو اشتركوا بقناتي وفيديو، تنسون الاشتراك، تفضل علي باللايك ورد، احبكم. ها عفوا، نجي على عبد الماجد عثمان، يقول: من فضلك اخي لو تتحدث عن تفاصيل دراسة الطب في روسيا من مواد ومناهج، ومتى يبدأ التطبيق العملي؟ عفوا صار عندي شغله بس رجعت، نرجع بس نقرا هذا. من فضلك اخي يقول: لا تتحدث عن تفاصيل دراسه الطب في روسيا من مواد ومناهج، ومتى يبدا التطبيق العملي؟ طبعا هو نشرت فيديو عن جامعه موسكو الطبيه الاولى عن المناهج وهاي الاشياء، بس طبعا هي تختلف من جامعه لجامعه، المناهج اكو اختلاف بيناتها من جامعه لجامعه، حتى التطبيق العملي قسم هسه جامعه موسكو مثلا من المرحله الاولى والمرحله الثانيه يعني بدون تطبيق اكثر، قسم من المرحله الرابعه، قسم من المرحله الثالثه، تختلف من جامعه لجامعه. وبالنسبه للمناهج هم تختلف من جامعة لجامعة يعني، بس هي المشتركة أكيد راح تكون التشريح والأناتومي بيولوجي وهاي الأشياء، وقسم الهيستولوجي يدرسوه بالسمستر الثاني، قسم الهيستولوجي يدرسوه بالسمستر الأول، احنا ندرس بالسمستر الأول المرحلة الأولى، قسم الهيستولوجي يدرسوه بالمرحلة الثانية. نجي على واحد اسمه عمر علي، صديقي أكو سنة تحضيرية بجامعة صداقة دولية بيها قسم صيدلة لو طب أسنان، وش تنصحني؟ جامعة صداقة دولية أكيد بيها تحضيرية لأكثر التخصصات الموجودة. بالنسبة للخصوص مالتها يعني ما راح سألتهم بنفسي، بس حسب كلام واحد يقول خصوصها 4500 دولار للسنة كاملة، وإذا نص سنة 2300 دولار، بس ما راح سألتهم، لأنه من راح سألت الجامعة على قصة الطب قالوا هذول جماعة الشركة، واحد يقول لي خصوصها 6000، قالت عفوا 7800، وإنه صاعد قصتها 9500 دولار، ومن راح سألت بالجامعة قالوا لي خصوصها 345000 روبل، يعني تقريبا تطلع خمس اقل ال 6000 دولار. قلت لهم يقول لا مو صحيح وهذا، بس انا خبرت على الجامعه وقالوا لي ايش قصتها،
انه 345 الف رابط مو بالدولار ينفع، وعاد ما اعرف شنو هذا من الصحيح ما اعرف. نجي على السؤال يا استاذ، السلام عليكم، تقدم لجامعة كازان الفيدرالية تكلفة كلها، شكرا من الجزائر. وعليكم السلام، جامعة كازان الفيدرالية طبعا هسه ما بيها تقديم، لازم على السنة الجديدة. تقريبا قصته يطلع بالتحضيري 1500 دولار هيك حسب ما سمعت، وهناك أعرف واحد بكازان يريد يقدم عليها عادي أقول له، يعني المكاتب يكون عليها كل شوية، ما أعرف إيش 3500 ولا إيش اللي يقدم بيها، بس أعتقد ياخذ 2500 2200 هيك يعني كاملة ويا كل شهادة ويا سكن اللي يريد يختاره، واللي ما يريد سكن يشوف إيش قد سعره ويخصم من العرض. أفضل مدينة للعيش في روسيا، طبعا أفضل مدينة للعيش في روسيا خليت لكم رابط بالوصف، هو هل روسيا مناسبة للعيش الدائمة يعني الإقامة الدائمة وشنو المدن، وحكيت عن هذا بالتفصيل وقت ذكر صورته بارت سارينا موسكو. دراب هذا نفسه درابين موتو فلوكس يقول شلون فعلت ميزة النشر وش قد يرادلها متابعين. طبعا هو دائما سمعت انه هو يحتاج حتى كسؤال يقول شلون فعلتها قبل 10000 قبل 10000 مشترك. انا سمعت قبل انه هي 10000 مشترك لا تتفعل، بس ما اعرف هو يمكن لانه ما عندي اي مخالفه او غير القانون، ما اعرف يعني تفعلت قبل اكثر من شهر تفعلت عندي ميزه النشر هذا المنتدى اللي هي سمعت اني لازم 10000 مشترك، فما اعرف ليش. نات صاحب باشا مبروك، اتمنى النجاح من النجاح اكبر. سؤالي شنو اجمل شيء شفته بروسيا لحد الان؟ اجمل شيء شفته بروسيا لحد الان يعني شفت النظام، الحين نظام يعني من يقفون يحبون السرس يعني ماكو خربطه مثل ما هم حكيت واحد الفيديوهات، نظامهم يعني بصراحه من يجي الباص شوف السرة طويل ما يعني يا جماعتنا واحد يدافع بالاخ وتصير خربطه وهذا، بالاضافه يعني الامان والهاي الاشياء اللي يعني مدينه زينه يعني عفوا يعني دوله روسيا بشكل عام زينه. سؤال أتمنى يكون كلامه قليل ومواضيع كثيرة إن شاء الله. حمودي الكريم، يا مدينة من العراق وشنو تنصح الطلاب الإعدادية على الدراسة، وتحياتي إليك من الشطرة. أهلا وسهلا بك يا مدينة من العراق من الفلوجة محافظة الأنبار، شنو تنصح الطلاب الإعدادية على الدراسة؟ طبعا سويت فيديوين عن الدراسة، فيديو عن طلاب اللي نجحوا من الخامس للسادس، وفيديو عن كيف حصلت على المعادلة خلال كلية الطب، ونصائح كاملة بالتفصيل خليت رابطها اثنيناتها بالوصف. طبعا هاي الأسئلة جتنا عن المنتدى، هسه نشوف الأسئلة اللي جت بالتعليقات أو يعني من أشخاص أو يعني تختلف. سؤال هذا يختلف، يقول ليش ما تستخدم الآيفون، أو بالأحرى ليش تكره الآيفون؟ طبعا أنا ما أكره الآيفون ومستخدم الايفون، بس مو مالتي يعني مستخدمه مال اشخاص، بس اللي ضجت من عنده انه شركه استغلاليه انه محتكره النظام طبعا اي او اس، فالواحد ينجبر يدفع ايش قد ما يكون سعره، اللي يريد يستخدم اي او اس راح ينجبر يدفع سعر مهما كان، انه كل سنه الشركه قاعد تزيد بالاسعار وماك ما عنده غير خيار، مثلا اندرويد شركه تغير له سعر راح يشتري غير تليفون نفس حصل تجربه. بس بالنسبه للمواصفات خصوصا قبل خسائر قبل سنوات يعني مثلا كان الايفون 6 الايفون 6 اس يعني الصراحه الكاميرا مالتهم مو زينه يعني الى درجه يعني تقارن مثلا تقارن 6 اس بكاميرا الاس 7 7 ايج ابدا ماكو اي مقارنه، خصوصا هذا الفوكس الدول بيكسل بي يعني فرق كلش كبير، مع ان ذاك كان اغلب هواي حتى ال 7 يعني ثلاثيه كاميرا زينه من 7 بلس فما فوق، يعني اذا تيت كاميرا زينه يعتبر كاميرا ممتازه 7 بلس فما فوق يعني ما يكون بي كاميرتين، ف يعني ما اعرف ليش شيء وناس كلها كيف علي عمود النخ مارك هذا ايفون، انا هذا انا شايل ايفون هذا هو ما يهم الاستخدام. هو لا فكرت قبل كان مستخدمين لك رجال الاعمال انه يحتاجوا كمقاوم يعني الاختراق يعني اقوى صعب كلش واحد يخترقه يعني اصعب من الاندرويد، وبالنسبة يعني هو هذا اللي أنا زي العمال ما يحتاجه مثل ما قلت يعني كسلبي كهاي الأشياء، والناس مجرد يأخذوه ك يعني هيج نفخة. بس هسه جودة الآيفون يعني تصير أحسن بهواية، طبعا أعتذر إنه طولت الفيديو هواي عن بس عن هذا السؤال، بس هواي يعني تيجي أسأل ليش وليش وليش، فحبيت أوضح خصوصا هم يستفادوا منه هم يكون الفيديو مفيد. إنه هسه الآيفونات الماكس والهاي يعني شاشة ككاميرا تصير ممتازة بكل الأحوال،
بس انه سعره مبالغ كلش هواي غالي، مو هالدرجه. مو فهل راح اغير اني للايفون بالمستقبل؟ طبعا هسه النوت 9 انا هسه ان وايد اصلا هو النوت 9 البيقه انا محتاجتها، يعني كاميرته كلش ممتازه، بطاريته كلش ممتازه، يعني هوايه يعني ما حد تقدر تطلع بيه فت سلبيه قويه او فت شيء. واحتاج احتاجه مات بالقلم لانه احتاجه بالدراسه، احتاج القلم ما احتاجه بالدراسه، فممكن اغير جزء بعد 3 سنوات 4 ما اعرف جزء يجوز لا. فالسؤال النوب يقول لك ليش اختارت جامعه موسكو بالذات؟ ليش اختارت هالجامعه وليش اختارت روسيا؟ طبعا نزلت فيديو هم ليش اختارت روسيا بالذات ما اختارت باقي الجامعات، هل ليش مو المانيا ليش غيرها؟ راح اخلي لكم رابط بالوصف، بس باختصار انه جامعه موسكو تركز لومونوسوف اللي هي 90 العالم، او جامعه موسكو الطبيه الحكوميه الطبيه الاولى اللي هي سيتشينوف، بالمستوى مالتها ما راح تلقى جامعه بهاي السعر باوروبا مستحيل. يعني مثلا نفرض انه مثلا جامعه موسكو اللي مناصب هي درس بالروسي ترتيبها العالم 90، اذا تجي جامعه ترتيبها جوا ال 100 العالم باوروبا ولا امريكا، اقل شيء اقل شيء راح تلقاها ب 20000 دولار 30000 دولار بالسنه كجامعه، بسيطه 8000 دولار ولا 7000 دولار ولا في الحدود، مستحيل تلقاها غير جامعه موسكو. واكثر مواصفات اكثر وليش يعني اشياء مفصله، الضابط ماله راح لكم اياها بالوصف. السؤال هنا الاخ يقول له عن الصف السادس، يقول له كم ساعه كم تقرا باليوم لما كنت بالصف السادس؟ طبعا انا من اكثر الطلاب في المدرسه يعرفون اني ما كنت اقرا يعني قليل كلش، بس شنو اركز بالماده وحضر اليوميات. طبعا هاي السؤال هم جاوبت عليه بالفيديو اللي مال كيف حصلت على المعدل دخلت كليه الطب، خلي الرابط ماله بالوصف. بس باختصار انه اني ما كنت اخلي ساعات للدراسه، انه اكمل باليوم باليومي اكمل التحضير اليومي، وبالشهر اكمل طبعا التحضير اليومي، وبالمراجعه ايش اخلي عدد صفحات محدده 20 صفحة 30 صفحة 40 صفحة في اليوم، انه اكملها كملتها بساعتين يعني بعشرة بست ساعات، اني اكملها 40 صفحة باليوم مثلا، اني اكملها بالمراجعة واضبطها، مو بس اقلبها يعني اتاكد انه اضبطها، مثلا يقول لك انا اكمل 40 اقلبها اقول هاي خلصت، لا تكون اكون ضابطها. فلانه اذا تقول اقرا بالساعة احتمال تروح الساعات انت دارت 10 قاضي لك 10 ساعات كل شيء ما قريت، بينما اذا تخلي عدد صفحات وتركز بيها تكمل 40 صفحه ان كانت 6 ولا 10 انت كملت، هذا اللي سويته عليك. السؤال لك امتى تنزل فيديو افضل جامعات طبيه في روسيا؟ ان شاء الله من ارجع روسيا راح اصور فيديو افضل الجامعات الطبيه بروسيا مع الترتيب مع القسط، يعني اول مواصفات عن مواصفاتها بشكل عام. يقول هل هناك سكن داخلي خاص بالبنات؟ طبعا هذا الشيء هو نزلت فيديو عنه هم راح اخليكم اياه بالوصف. هل هناك سكن خاص بالبنات؟ طبعا اكو سكن خاص بالبنات بس نادر كلش، يعني مو كل القليل نادر بالمدينات الكبيره سكن خاص بالبنات، بس مدينه مايكوب اللي هي مدينه اديقيه شركسيه يعني بها اكوان مسلمين بها جامعه، يعني الاذان بيكون بالسماعه الخارجيه، في سكن خاص بالبنات وفي سكن مختلط. فالبنيه اللي تجي اللي ما تريد تسكن بسكن مختلط، يعني مو مختلط نفس الغرفه، ماكو سكن مختلط نفس الغرفه، غرف ولد غرف بنات او طابق او طابق، بس اكو بالنسبه سكن خاص بالبنات شفت بمدينه مايكو، اكو سكن خاص بالبنات يعني ماكو ولد يفوت جوا، يعني ماكو غرفه بصف ولد بصفه ولد غرفه بنيه، لا سكن خاص بس بالبنات. السؤال الاخير يقول شنو رايك بالدراسه بروسيا بشكل عام، وليش اكو طلاب يرجعون من روسيا يرسبون امتحان معادله؟ شوف هو روسيا بها اكثر من 800 جامعه، جامعه بيها جامعة اللي هي تعتبر عالمية يعني على مستوى العالم، يعني جامعة فتشي مثل جامعة لومونوسوف، جامعة سيتشينوف، يعني جامعة موسكو وجامعة سان بيتربورغ، ويعني بين جامعة كازان الفيدرالية هم جامعة ممتازة، وهي بين الجامعات اكو جامعات بروسيا نفسها ما معترفة بها بكل المكانات، يعني بروسيا معترفة بهاي المدينة ومعترفة بغير مدينة، يعني قد وضعف مالتها، يعني بها جامعات هيج وبها جامعات هيج. وبالنسبة ليش يرجعون يرسبون؟ يعني هو ليش يرجعون يرسبون؟ هو طالب هو شنو اللي يجي يختار؟ يعني يختار جامعة مو زين حيل، جامعة كلش قوية، طبعا راح تفرق بيناتك قوتك التدريس خصوصا الأساتذة، خصوصا إذا يدرس باللغة الإنجليزية، الأساتذة كلش طايحين باللغة، الأساتذة كلش قوية باللغة. وطبعا أكو جامعات اللي يريد يرجع العراق خصوصا اللي يرجعون يدرسون، أكو جامعات ما اعترف بها بس يعني مو ذاك الشيء، يعني أكو جامعات ضعيفة ما اعترف بها، ممكن جامعة متوسطة معترف بها، جامعات قوية، جامعات توب معترف بها بالعراق، هي 102 جامعة صارت. ليش مثلا يقول لك مين بحب روسيا؟ هواي طلاب رجعوا روسيا يرسبون جامعة، مثلا إذا يجون مثلا من مصر أو من غير مدن أكثريتهم ينجحون. طبعا هو السوق مو بالجامعة ولا التدريس ولا ما أعرف إيش، احتمال أكو جامعات بروسيا
احسن ما صب باي. بس شنو المشكله؟ خصوصا قبل ما يخلون الاعتراف 80% وفوق، يعني هواي الطلاب اللي فتح ملف قبل ما ينزل هذا القانون مال 80% وفوق يلا يعترفون بشهادته، كان يروح 50 هيجي يروح هناك ويدرس باي جامعه يعني، ويجيك مثل حتى ادبي قبل كانوا يروح يدرس باوكرانيا وهذا ويجيك طبيب اساسا. يجي هذا شنو سالفته؟ يجي يروح هناك هذا مثل معدل 50 60 يروح يدرس طب بروسيا او اوكرانيا او هذا. روسيا نظامها ما تسال عن المعدل، اهم شيء انك متخرج من المدرسه ويقول لك انه طالب. هو انا ما احرم طالب انه يريد يحقق حلمه، مثل احتمال بالمدرسه ما توفق احتمال بالجامعه يدرس زين، مثلا بالعراق على اساس انت تحرم طالب مثلا انه مثلا ما يعرف يحفظ قصائد زين، يعني مو قوي بحفظ القصائد، نزل درجته مثلا لل 80 بالعربي او بالاسلاميه درجته بال 80 تحرمه يدخل كليه الطب. معلم هو ماخذ 100 بالفيزياء 100 بالكيمياء 100 بالاحياء 100 بالانجليزي، بس مثلا بالقواعد مو بالقواعد مثلا كل مثلا حتى بالادب او حتى بالقواعد مو كلش قوي، او بالادب ما اخذ درجه كامله بالادب راح تحرمه يدخل الطب. والله ليش؟ والله ما عرف يحفظ قصيده مثلا جواهري او قصيده ما اعرف ايش، ما احفظها من اريح الكتاب الوطني او كتبها او ترتبك فيها، ما حد دخله طب مع انه ماخذ 100 100 100. والله ليش؟ هذا شيء غلط. فروسيا تقول له انا اي طالب يجي انا ما احسب المعدل مالته، عاد هو يروح بالجامعه. بس جامعته شو يسوون؟ يروحون هو هيك لا طموحه ولا شيء، لا هو مال دراسه ولا هو طموحه طب ولا شيء، يروح عمود النفخه ولا عمود الهيشي، مجرد يروح يدرس بجامعه كلش ضعيفه وما يداوم اصلا. يعني تخيلوا حاله من الحالات اجى طالب تعادل شهادته، قالوا له انت شنو تخصصك الجاي تعادله؟ يقول لهم والله ما ادري. تخيلوا يعني هذا الشيء صدمه، انت متخرج صار لك 4 سنوات ولا 6 سنوات تدرس، يعني تقول شنو تخصص؟ تقول لهم ما ادري، راح ادرس بجامعه يعني لا يداوم بها ولا يسال بها، راح جامعه كلش ضعيفه اللي درس بها وجاي يريد اعاده شهادته ويريد يصير يعني. تخيل طبعا هذا يرسب. اما بمصر ليش؟ لان بمصر حاطه معدل يعني 90 87 ما تقبل طالب اقل من هذا المعدل، فاللي يروح هو يعني مستواه زين. يعني ما اقول لك ان حتى المعدلات ما اقل من 80 هو مستواه كلش مو زين، احتمال هو ما توفق، بس الاكثريه المعدلات ما اقل راح يكونون مستوى مو زين، اما الاكثر من 90 راح يكون هو مستوى زين يعني. فاللي يروح هناك ما راح يقضيها تسخت وما راح يضيع نفسه، الاكثر طبعا ما راح يضيع نفسه، وراح يروح يداوم وراح يتعلم عدل، يكون ماده يقراها مو ما يداوم وكل شيء ماكو، يرجع حتى تخصصه ما يعرفه. فلهذا السبب انه تلقى اكو بعض يجون يرسبون يقول لك والله لا الدراسه مو زينه، هو رايح الجامع اسم الجامعه ما يعرفها من قد هو اصلا غايب رايح يجي سخت وهاي، ويرجع كل شيء ما يجاوب يقول لك والله لا الدراسه فاشله. بس هذا اللي حبيت اقوله اليوم، ان شاء الله يكون الفيديو فاتكم، واذا تحبون تسوون سلسلة عليه في التعليقات اسئلتكم، ان شاء الله تسوي سلسلة كل ما اشوف عدد اسئلة اسوي فيديو واجاوب عنها بالتعليقات او بالفيسبوك او على الواتساب او اي شيء، تسوي الاسئلة مالتكم راح اجاوب عنها. وتنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس وتنشرون هاي الفيديو، وبس مع السلامة.